طيب خلينا نبتدي بقى، نرجع بقى فلاش باك، نبتدي من البدايه. كنت بتلعبي سباحه، ايه قصه السباحه دي؟ والله احنا الفكره كلها جت في البيت ان هم عايزين يلعبوا اولادهم رياضه، حاجه تشغل وقتهم. لا انا اسف، اللقطه اللي بتتعرض دي مع مين؟ دي بطله سلوفاكيا وكانت في نهائي بريمير ليج دبي. ممتاز. دي كانت سنه كام؟ دي كانت 2016. تمام 2016. حلو جدا. طيب خلينا نرجع بقى للسباحه، الرياضه طبعا، اسره والاستاذ محمد فاروق والست الوالده طبعا كانوا عايزينك تلعبي رياضه، فلعبت سباحه. بالظبط، كلنا في الاهلي برضو. احنا من ساعه ما بدانا واحنا في الاهلي، بس ما حسيتهاش يعني، ما كنتش مبسوطه، بروح التمرين بالعافيه مش مبسوطه. وبعدين ساعات بحس ان الالعاب هي اللي بتنادي ابطالها يعني. انا خلصت. ثانيه واحده، الالعاب بتنادي ابطالها. بالظبط، انا عايز اقف على الكلمه دي فعلا، برافو عليك. بالظبط. فحسيت ان دي مش لعبه، دي مش بتناديك، مش بتاعتي طبعا. فيها ابطال كبار ومن الالعاب المسليه جدا والجميله جدا بالنسبه لناس معينه، بس انا ما كنتش لاقيه نفسي فيها يعني. ما كنتش فاهمه بالنسبه لي يعني، طفل عندها 6 سنين ليه اروح اقعد في الميه في الشتاء يعني؟ الجو ساقع قوي على الكلام ده. بس فهي جت كده بعد التمرين بتاع السباحه، كنت بلعب، فصاله الكاراتيه القديمه كانت بالصدفه جنب حمام السباحه في نادي الاهلي. انا فاكر. فشفت بقى ناس عمالين يضربوا في بعض، وكان في تمرين يعني، انا حتى ما كنتش اعرف ان اللعبه دي اسمها كاراتيه. انا شفت ناس عماله تضرب في بعض وتطلع اصوات وبتاع، لبسين ابيض وبتاع. فاللعبه شدت انتباهي جدا. اللعبه بتنادي على اصحابها. بالظبط. قعدت اتفرج للاخر، وبعدين روحت قلت لهم انا عايزه اجرب العب اللعبه دي. مين بقى اللي اسمها لك؟ بابا ولا ماما؟ الاثنين بصراحه. يعني هي وكلنا نقلنا ساعتها يعني، انا واخواتي الاثنين نقلنا من السباحه. اكبر ولا اصغر منك هم؟ عندي اخت اكبر، عندي اخ اصغر. انتوا الثلاثه نقلتوا من السباحه رحتوا للكاراتيه. بالظبط.